ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، ونرحب طبعا بضيفنا النهارده رئيس التحرير التنفيذي لجريده اليوم السابع والناقد الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلتوت. اهلا بحضرتك يا استاذ عصام. اهلا بيك استاذ احمد، منور ومآنس الناس ان شاء الله اللي بتتابعك. انت من الشباب ان صح التعبير يعني اللي عنده كاريزما وعنده كل ما هو حقيقي. شفتك كتير وتابعتك كتير ما شاء الله عليك. الله يبارك فيك، ربنا يخليك يا استاذ عصام. خلينا بالبدايه كده نبدا من امبارح، من نهائي طبعا امم افريقيا من 2019. ازاي شفت حفل اختام الكان امبارح؟ لا، شفته بكل ما تحمل الكلمه من فخر، بكل ما تحمل الكلمه من اعزاز، بكل ما تحمل الكلمه من احترام العالم. انت عارف يعني ايه المراسلين الاجانب، يعني طول الوقت الحركة العظيمة الجميلة دي طول الوقت بيعملوا لنا كده، خشية ان يكون اللي بيقابلهم او اللي معديين عليه مش عارف يقول له كلمة بأي لغة من لغاتهم، لكن في النهاية بيجيبك بما يشرح قلبك، بما يعوضك عن كأس الكرة. لانه انا قلت في المكان ده وفي كل حتة من بداية البطولة ان هناك كأسين، الكأس الاهم هي كأس فوز مصر بعظيم التنظيم، هي كأس العالم يعطيها طواعية للمصريين. خرجنا ببنية تحتية وبنية نفسية، خرجنا وعرفنا ليه 16 صوت اللي ادوا مصر التنظيم منتهى الثقة، وليس فقط انه عارفين ان في مصر هتنفذ البطولة. ده طبيعي، عملناها قبل ما حد يستفيق لفكرة التنظيم بإرادة وخبرات في أزمنة سابقة. لكن مع عنوان مصر الجديدة برنامج الفار في 2013، هذه الوثيقة اللي وقعناها الكل، الحقيقة بقى في دولة على الأرض بتعطي الكفاءات والشباب كل ما يمكن أن يكون طموح وأمل، وبتوفر كل الأشياء. خرجنا بتذكرتي، خرجنا بالفان اي دي وثاني دولة تنظمه بعد كأس العالم، خرجنا أيضا بقطع يد من يقترب من جيوب المصريين من شبكات فساد تايم سبورتس، هذه القناة التي ملأها الشباب طبعا والخبرات، حيوية ونشاط وتغطية متميزة على أعلى مستوى. كنا ونحن في قلب الحدث، يعني شرفت أن أنا كنت نائب رئيس اللجنة العالمية مع زميلنا المحترم أسامة إسماعيل بكل ما يمكن أن يكون من شكر من ثانك يو، مش أنا اللي بقوله، لكل النجوم الأفارقة اللي كانوا بيروحوا الاستوديو بتاع تايم سبورتس. وبالتالي لا، المساحة دي عظيمة قوي. عايز أقول لك أنه التقارير التي خرجت من مصر بالأرقام، وطبعا انت كراجل بتعمل في الاعلام، لكن خلينا نقول للجمهور ان هناك ما يسمى بمساحات اللي هي بتبقى اعلان مدفوع الاجر للترويج عن بلد، عن سياحه، عن اقتصاد، عن اي شيء. كل العالم بيعمله، اوروبا، امريكا بتعمله. عملنا قد ده عشرات المرات، والناس ادتنا حقنا من غير اي شيء غير ويلكم تو ايجيبت، اهلا بيك في مصر، نورت مصر. عبارات رددها الشباب، عبارات رددها الكبار، عبارات تأكد منها كل ضيوف مصر اللي اعتبروا ان هم موجودين في بلادهم، زي ما قالوا لنا بكل اللغات اللي كانت موجودة في البطولة. هذه الكأس وحدها من حفل بقى القرعة التاريخي اللي مثل لنا الحاضر والمستقبل، لانه بصناعة مصرية بأحدث تكنولوجي، مش شبه أحدث تكنولوجي، هو بأحدث تكنولوجي حقيقي، من بث تلفزيوني و24 كاميرا تنقل النهائي، وكاميرات للنجوم الكبار، وكاميرات للفار وكذا. أيضا ملاعب مجهزة نسخة دولية، والله نسخة دولية اللي هو أرينا القاهرة، مش بس استاد القاهرة. خرجنا بكوادر للمستقبل، خرجنا بدولة عندما تمتلك الإرادة للتطوير هي ماثلة أمامنا. صحيح زي ما قلت لك مع عنواننا العظيم مصر الجديدة في مشروعات عدة، لكن الآن امتدت هذه الإرادة لملف صناعة الرياضة، وفي القلب منها مصنع كرة القدم، صناعة البهجة، صناعة أمن قومي، صناعة كل ما هو يسعد المصريين ويحقق بقى إيه؟ فرص عمل إضافية، زيادة مساحة السياحة. عايز أقول لحضرتك كل ده الناس لمسته. يكفي أنه خلال ما تم على الأرض أن يعطيك فورا الاتحاد البالون دور
على شواطئ البحر الأحمر إن شاء الله في يناير المقبل. يكفي أن زيارة راموس يعني وسيبك من مناكشات الكورة ولما زعلنا مع مو صلاح، لكن لما هو يختار ده ويقول أنا فين يا ناس، يعني إيش جمال يا ناس بالمعنى الدارج. يعني عايز أقولك أنه ده حتى سياسيا كان ليه مدلول. خلينا نتكلم أن الكرة سياسه طبعا، اذا كانت الرياضه سياسه وفكت عقد بين دول اهتمام بالتنظيم البطوله من كافه ايضا طبعا الدولة. لانه ليه بقى؟ لانه مع وجود راموس واعلانه ده الغير مدفوع الاجر بالزبط. كان هناك قرار اسباني برفع الحظر عن منطقه البحر الاحمر شرم والغردقه وكذا. تخيل لما راح انفنتينو المتحف المصري واصر على ان تكون زيارته شخصيه ولا يلاحق فيها يعني ما يسمى به المراسلين الاجانب والصحفيين الرسم يعني بصوره رسميه. طب عصام ازاي بقى حافظ على كل المكتسبات الصور دي. شوف هي نفس العجله الدواره دي، دوله تمتلك الاراده تاتي بالكفاءات تحاسب تمنح وتمنع ثواب وعقاب. الموضوع سهل جدا، نسخه دوليه اخرى لاداره كره القدم يتم ترجمتها لاجل النبي بالمعنى الدارج للناس اللي هو كده. ما ينفعش ايه نقول نجيب خمسه ناس عشان نقعد نقول احنا احسن حاجه نعملها نجيب لجنه، احنا احسن حاجه نعملها نجيب ثمانيه، احنا احسن حاجه نعملها نجيب الكابتن عصام بدل الكابتن احمد، احنا احسن حاجه نعملها نجيب 11 لعيب احسن من 11 لعيب، احنا احسن حاجه نعملها لا، احنا عايزين نعرف كل اتحاد في العالم هيكليته ايه؟ له اعضاء كذا يبقى له اعضاء بالظبط بس بالترجمه عربي، عنده رابطة محترفين وأندية لها تراخيص احترافية بكرة الصبح زي ما قلت لي كده نبدأ من امبارح. أنا بقول لك بقى نبدأ من امبارح وبكرة الصبح يصدر قرار إن احنا عايزين نسخة من كل اتحاد عالمي لأنه القواعد واحدة. شوف تجارب الاتحادات العالمية مش تجارب نسخة تترجم إذا ما احتاجنا لتطوير التحكيم. كلنا كان موجود امبارح بالمناسبة وهو من هو في عالم التحكيم يجي يقعد سنة كخبير أجنبي لإصلاح التحكيم. ثقة الحكام لما مش يبقى المحلل في التي في لا يبقى اللي قاعد بيكلمهم اللي قاعد بيقول لهم يا ابني انت هو بطلوا حكاية بر الأمان وبطلوا حكاية مش عايزين دوشة وخليهم يجيبوا لكم 10 جهاز من ده والرشاش الرزاز المنتشر ده ولا المتلاشي ولا حتى معجون حلاقة زي ما بقولها دايما من الشركات قالت ده منتهي الصلاحية بس يعمل العشر ياردة. لا لا عندنا الكثير خاصة أن الدولة تمتلك هذه الإرادة ولن تتدخل كعهود سابقة في كرة القدم لا الصناعة ولا البهجة فنيا. يعني مش هتحب أحمد ولا عصام لا هتقول اختاروا لي الأفضل وبالتالي يبقى عندنا مدير فني للاتحاد نفس الكوادر اللي تشوفها مثلا في الاتحاد الفرنسي في الاتحاد الزامبي شفت بقى لأنه النسخة موحدة بس في بالألماني في بالإنجليزي في بالفرنساوي في بالعربي وبالتالي الذي يدير منظومة محترفة يجب أن يكون محترفا لا يمكن أن يدير منظومة محترفة من هو هاوي لأنه هيجي يكلمك في الآخر لغة خلاص بقى يعني أكل عليها الظهر وشرب هيقولك يا عم أنا راجل متطوع يا عم إحنا متشكرين بقى فلتغادرنا فورا عدا اللي هو البورد نفسه يعني اللي بيخش الانتخاب بجمعية عمومية بكذا وماذا. الجمعية العمومية تحتاج إعادة نظر أيضا لأنه كان ضمن الدول قديمة يعني أو عهود قديمة يقولك افتحوا لهم الباب عشان نقول كل حاجة صح لكن لا أعتقد أن الدولة المصرية الآن من 2013 هيكون عندها نفس الرغبة في فكرة إيه راضوا الناس لا خلوا الناس تشتغل خلوا عندنا أفضل الصناعات والاستثمارات. إحنا على فكرة اكتشفنا إن إحنا مش بقى مش بعيد قوي لا ده إحنا على الخط نفسه بس عايزين نلمس الشريط ده بتاع آخر السبق بس نلمسه كده. إحنا كنا زمان نقول إحنا بنقرب لا ده إحنا قريبين قوي. اللي يعمل بطولة ب 24 منتخب بثمان منتخبات إضافية في شبه مونديال وهذا ما أكده رئيس الأمم المتحدة الكروية إنفنتينو والناس دي ما بتقولش ده كده طواعية حتى بيصعب عليهم الكلام عن رؤساء أو حكومات لكن الرجل لمرتين وجه الشكر لرئيس الدولة المصرية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وللحكومة المصرية ممثلة في
دكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس الوزراء ودكتور أشرف صبحي أيضا وزير الشباب والرياض. يكفي أن أنت كنا بنشوف الناس دي عربياتهم كرفانات بيغيروا ملابسهم علشان حكاية إيه عايزين نبدأ من امبارح دي. بالضبط. معظم وسائل الإعلام العالمية أشادت بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية في مصر. كلها بعد إذنك. بالظبط. لا كلها ليه كلها عارف بس ليه؟ بس المعظم قال إن ده أفضل تنظيم لبطولات كأس الأمم الأفريقية، إزاي شفت ده؟ لبطولات قارية مش بس الأمم الأفريقية. لكن أنا ليه مسكت الإفيه منك بتاع كلها؟ لأنه بي بي سي وجارديان مواقفهم ضد مصر معروف. لكنهما أخرجا تقارير أكنك واحد حاطط لواحد مسدس في رأسه ويقول له اكتب، مش بيهدده بعد المره دي، بيقول له اكتب وقول الحق. بالظبط. كانش يقدر يخرج بره السرب. فدول بالذات فخر لينا انهم يقولوا ده على اللي حصل في مصر بمنتهى الحقيقه. احنا مش عايزين مجامله من حد. تخيل بقى المره دي فعلا لا نحتاج من يجاملنا، بل كنا نحاول ان نرصد ما يجعلنا نصل لخط النهايه بتاع ان احنا ضمن المنظومة العالمية تنظيما، لغاية إن شاء الله ما نبقى ضمن المنظومة العالمية أيضا فنيا، وحتى ده مش بعيد حضرتك. نجاح مصر تنظيم أمم أفريقيا 2019 هيكون دافع إن احنا ننظم بطولات أكثر وأكبر في المرحلة الجاية؟ بقناعة. الأول اسم مصر لوحده كان ميزان للثقة، كان مدعاة لاستقطاب بطولة أو تصفيات أو كذا، لكن المرة دي بقناعة. البالون دور لو يعلمون حاجة من كبريات الإيفنتات أو الأحداث الرياضية، وفي القلب منها طبعا كرة القدم. ومن ثم أعتقد دي ما كانش قرار كده جاي بفكرة قضاء وقت جميل في مصر أو على شواطئ البحر الأحمر إن شاء الله، لكنه بقناعة ما قدم يعطي علامة كاملة للمصريين. ومن ثم أنت عندك كمان تصفيات المنتخب الأولمبي، وهي برضا القارة جمعاء منقولة لمصر، المجموعة اللي بيلعب فيها منتخبنا الأولمبي، نتمنى له التوفيق إن شاء الله. وبالتالي خلاص أنت بص، أيا ما تقدم مصر كما قدمت هذا الملف في 72 ساعة زميلي العزيز ستفوز بالتنظيم. أنت كان عندك ملف اللي هو ما يسمى برصيد خبراتك أو سيرتك الذاتية أو سي فيك، أنت أضفت له المرة دي بقى النسخة التي ترجمت بكل لغات العالم. كنت الأول بتدوس في السيرة الذاتية الأفريقية وربما العربية والشرق أوسطية، لكنك الآن على تماس مع ما هو دولي. هاخد حضرتك بقى ونروح لنهاية أمم أفريقيا 2019. تقييمك إيه المنتخب الجزائري امبارح بعد التتويج ببطولة أمم أفريقيا؟ هو فريق في كل الأحوال يعني، وده اللي أحيانا بنقوله على الكرة لما الناس تعزوها لفكرة بس يعني اللجوء للدعوات الصالحات وكذا، لا هو فريق خد نتاج عمله على مدار البطولة، حتى لو لم يقدم في المباراة النهائية أفضل العروض. هي تتويج حتى في الهدف اللي جه يعني بسرعة وكأنها هدية. بالزبط. للأشقاء الجزائريين. أعتقد أنه ده نتاج جهد دؤوب من لاعبين قبل أي حد. لا تقولي بقى بالماضي ولا بالحاضر، ده أداء رجولي للاعبين طبعا، لأنهم يعوا الاحتراف وبين تنوين الوطنية أجادوا استخدام كل ما فازوا به من حصص تدريبية تكتيكيا ونفسيا وكذا، لكن الأهم إن هم رجالة. دي حقيقة. الحقيقة أداء رجولي انعكس أيضا على فريق السنغال اللي ارتبط بشعبه، اللي معاه نجم سوبر غاية في التواضع هو سادو ماني، وبالتالي هو نهائي لائق جدا رغم غياب الفراعنة، لكنه نهائي يعني لائق جدا بما قدمته مصر. وبالتالي لا تستطيع أن ترصد كرويا في مباراة زي مباراة السنغال والجزائر أو الجزائر والسنغال، لا تستطيع أن تحللها كما حللت مباريات سابقة. ليه؟ لأنه الماتشات دي أنت جاي تلم الحصاد، أنت مش جاي عشان تمتع الناس. إذا حدث أهلا بيك، لكن إذا خطفت الكاس أهلا بيك برضو، وبالعكس أهلا بيك وتحتها 100 خط. ليه؟ لأنك أسعدت ما يمكن أن يكون جمهورك وشعبك، بقيت على يقين كمان أنك
خاصة الفرق اللي ما بتصعدش صدفة زي الجزائر والسنغال، صعدوا بشاء كروي إن صح التعبير يعني. وبالتالي لا يمكنك أن تعطي يعني مسافات أو درجات للاعبين أو حتى للخطط أو للتكتيك. لكن أجاد منتخب الجزائر وقائده الفني جمال بالماضي، ولو أني زعلان منه في جزء يعني شخصي عربي كده، لكن كمدرب أجاد فكرة تحضير لاعبيه. أنا نفسي ما رفعش الحكاية زي ما احنا متعودين من أشقائنا محاربي الصحراء، يعني ما أشعلش الحماس 100%، لكنه كمان استطاع أن يضع لاعبيه في الثلج، يعني بمعنى عمل لهم استشفاء. أجهد كثيرا لاعبو الجزائر، ومن ثم كانت الحصص التدريبية لفك العضلات، لترجيع العضلات لسابق عهدها أو لجزء كبير من سابق عهدها. نفس الحكاية مع إليوسيسي. وهل العجب أن الاثنين مواليد نفس القرية في بالقرب من باريس بالزبط. وبالتالي لعب معا، حتى الفرق بينهم في الأعمار يوم واحد. والاثنين لعبوا في باريس سان جيرمان، والبلدة دي على فكرة قررت أن تحتفي بهما يعني. لكن شوف بقى إليوسيسي ده راجل لم يتخلى عن جنسيته السنغالية، رغم أنها بلاد طيبة يعني، في الوقت اللي كان ممكن ياخد الجنسية دي أو دي مع ما يسمى بسن المراهقة، كان ربما هو أو أسرته يعني يقول لك نبقى فرنسويين يعني، خاصة وهو كان بادئ كرة القدم في يعني باريس سان جيرمان وما أدراك، لكنه احتفظ بجنسيته السنغالية حتى يفيد بلاده. وهذه هي الوطنية التي عندما تكون حاضرة مع الاحتراف تبقى أنت قدام نموذج متكامل يا صديقي العزيز. وبالتالي هو أيضا يجب أن تعطيه مساحة من المنطق في أنك تقول له شكرا سيسي، قدمت خلاصة ما يمكن أن يكون جهد، لأنه هو أيضا هذه المرة الأولى التي كانت السنغال تبحث فيها بجدية عن الكأس التي لم تفز بها قبلا يعني. وبالتالي هو كمان قدم نفسه احترافيا بصورة رائعة عقب المباراة، أكثر منها خلال المباراة. لم نرى كثيرا مدرب خاسر يخرج ليؤكد أن فاز من يستحق، إذا لم تعطينا الكرة الآن ستعطينا مع مزيد من العمل. اجتمع بلاعبيه عقب إطلاق صفيرة الحكم، ويمكن أهلينا في مصر والعالم العربي وأفريقيا شاهدوا ده وبيكلم لاعبته، وفي القلب منهم سادو ماني واقف تلميذ مع أستاذه مهما كانت نجوميته، ثم ذهبوا لشكر جمهورهم ثم طافوا الملعب على الجمهور المصري والجزائري شاكرين مهنئين لزملائهم الجزائريين. معاني كثيرة جدا في مباريات تافهة، أنا آسف في الكلمة، يقول لك ما فيش مؤتمر صحفي، الكابتن ما جاش ليه، كابتن مخاصمنا، الكابتن اتغلب، كابتن اتعادل، كابتن يعني مش راضي عننا. ولكن القواعد عندما يتم تطبيقها تجد كله تمام. طب طبقت فين ومين؟ طبقت في مصر وبالمصريين أكيد. نروح دلوقتي نشوف تقرير عن بطولة الكان 2019، ونرجع لحوارنا الشيق والممتع مع الناقد الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتت. وعدت مصر فأوفت، هذه المقولة تجسد الإنجاز الحقيقي الذي حققته الدولة المصرية حينما وعدت قبل انطلاق بطولة الأمم الإفريقية بأنها ستنظم بطولة يتحدث عنها التاريخ. البعض رأى أن هذا الكلام مبالغ فيه بالنظر إلى الملابسات التي صاحبت تنظيم مصر للبطولة، والتي أسندت إليها شرف تنظيمها في مدة قصيرة للغاية. لكن رد مصر كان عمليا، لم تكتفي فقط بحديث التاريخ عنها، بل نظمت أفضل بطولة على مدار تاريخ البطولات الإفريقية على الإطلاق. حديث العالم عن البطولة بدأ بالانبهار الذي تحدث عنه الجميع عقب حفل افتتاح البطولة، فوسائل الإعلام العالمية شبهته بالإعجاز، فيما قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إن مصر قدمت ليلة استثنائية، فيما قال أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي الكاف مصر شرفت إفريقيا. كل هذا عن حفل الافتتاح. لتتوالى الإنجازات في البطولة على مدار شهر كامل أبهرت مصر فيه الجميع، تخطى
تخطت كل الصعوبات، قدمت ملاعب أبهرت الجميع في وقت قياسي، قدمت صورة مشرفة سواء من الناحية التنظيمية أو من الناحية الأمنية. على الرغم من الوداع المبكر للمنتخب الوطني للبطولة من دور 16، إلا أن هذا الأمر لم يؤثر مطلقا على نجاح البطولة. الجميع تخطى الأمر سريعا لأن الهدف كان أكبر بكثير، لأن المطلوب هو إنجاح البطولة، وقد حدث بالفعل. وقبل نهاية البطولة بأيام قليلة جاءت الشهادة مجددا من أنفانتينو الذي قال إن مصر أبهرت الجميع، فيما قال أحمد مرة أخرى: الناحية الأمنية كانت تقلقني قبل البطولة، لكن مصر قدمت مثالا كبيرا للغاية بأنها تستطيع تنظيم أي حدث. وجاء حفل الختام ليسطر سطرا ذهبيا جديدا في تاريخ البطولة الإفريقية كان مصر 2019، حيث مزج بين الإبهار والبساطة لتكون الكلمة الأخيرة رائعة مثل ما كانت الكلمة الافتتاحية. نعم، مصر تستطيع حينما تكون المهمة صعبة، فمن المؤكد أن مصر تستطيع حينما يراهن البعض على فشل مصر، فإنها بالتأكيد تكون عند حسن ظن من راهنوا على نجاحها. نعم، مصر تستطيع. ما أجمل أن تأتي هذه الشهادة من الخارج، وهو ما حدث بالفعل. شكرا لمصر ومبروك للمصريين. فعلا مصر تستطيع، يعني مصر فعلت المستحيل. يعني سمعنا عن تنظيم البطولة قبل البطولة بثلاث أربع شهور، لكن مصر قدرت إنها فعلا تحقق المستحيل. عصام إعجاز. هم يعني الأجانب قالوا كده، وكابتن جوهري رحمة الله كان يقول لك الخواجة بيفهم أكتر من البني آدم. ليه الناس مش بتجامل يعني؟ وبالتالي ده إعجاز حقيقي على الأرض يعني. لكن نعم مصر تستطيع، لكن نضيف نقطتين ومكملة إن شاء الله. في كل ما هو تطوير. وأعتقد أن كلمات التقرير أكدت الكلام اللي حضرتك قلت في الداخل. ده اللي بقوله لحضرتك، أنه فعلا لازم نشكر كل الجهات التي عملت، الشباب المتطوعين، كل لجان البطولة. رجل كان وزيرا سابقا ومحافظا زي الدكتور محمد سلطان كان موجود للإسعاف وهو متبرع لصالح وطنه، اللجنة المنظمة الحقيقة، الشركات الوطنية، عشان نعطي كل ذي حق حقه، اللجنة العليا من أول الدولة بقرار الرئيس بتشكيلها، ثم دولة رئيس الوزراء ومعه دكتور أشرف صبحي، اللجنة المنظمة المحلية بهانا بريدة، الشركة الوطنية التي قدمت كل الأشياء، النقل التلفزيوني، البث المباشر، الفوركي، مش عارف معدي إيه كده، يعني حاجة أحدث يعني. أعطي كل من له حق في هذا النجاح شهادة تقدير يستحقها من جموع المصريين اللي فرحوا ببلدهم قوي. وهتقولي كان نفسنا ان احنا طبعا، لكن احنا سبع نجوم كروية هنصلح وبنفس الارادة، ولا بد من نظام جديد يكمل سلسلة الانتصارات العظيمة دي، ويجعل وجه مصر فعلا كما كل الوجوه مكتملة الاركان. وبالتالي اللي جاي انا بقول لحضرتك انا متفائل بحكم وجودنا في التفاصيل، وحضرتك وكل الاجيال في شغلتنا طبعا، لانه القادم يسير، القادم اسهل من اي وقت سبق. وبالتالي اعتقد ان مصر تنتظر كل مستحقاتها في غد افضل ان شاء الله. نروح بقى للنواحي الفنية لبطولة افريقيا، شايف ازاي او رايك ايه في مستوى المنتخبات اللي شاركت في البطولة، او المستوى العام لبطولة افريقيا؟ شوف المستوى العام طبعا، لانه هذه هي المرة الاولى اللي تقام فيه بطولة افريقيا عقب انتهاء المواسم، تحديدا الموسم طبعا الاوروبي، سواء الدوريات او وصولا بالبطولة الاوروبية للاندية طبعا بكل فروعها، اذا كانت تشامبيونز ليج او كونفدرالية زي ما بنسميها احنا. وبالتالي اللعيبة جاية منهكة جدا جدا جدا، ولولا ان البطولة في مصر انا بقول لحضرتك المستوى كان هينزل عن كده كمان ثلاث درجات على الأقل. ليه بقى؟
لانه الانبهار والابهه دي خلت اللعيبه الافارقه يشعروا انهم في اهم فاترينه عرض. عارف كده نجم السينما لما يحس انه على السجاده الحمراء بتاعت هوليود وليله الاوسكار، الكل شعر انه سيفوز باوسكار، الكل شعر ان العالم يراقبه من ارض مصر، وهذا ما حدث. هي الاعلى رقميا في المتابعه سواء بالبث او زي ما حضرتك قلت في افرع الاعلام جمعاء، وبالتالي المستوى الفني تاثر كثيرا. لم تشاهد هذه العركات الكرويه بين القوات الكرويه العظمى يعني، لكن لا زالت هي المصنف رقم اثنين بعد بطوله اوروبا، لان انت سابق كوبا امريكا. ليه سابق كوبا امريكا؟ لان كوبا امريكا طبعا بسمبتها والتانجو الارجنتيني، لكن باقي البلدان ما عندهاش نفس الملاءه من النجوم. ممكن يكون محترفين ومنتشرين فراده، لكن لدينا على الاقل 10 قوات كرويه عظمى في افريقيا تتنازع هذه المنافسه، وبالتالي المستوى لم يزد يعني عن في احلى الاوقات الى رقم جيد يعني، او 7/10 او 7.5/10 اللي هو اقل من الجيد سنه، لكنها لم تكن بطوله سيئه المستوى، وبالتالي هتظبط نفسها لما تبدا تتلعب في الاوقات دي. لكن انا باشعر كده ان هناك يعني في اللجنه الفنيه في الكاف من يريد انه يقول ان المعدة شويه مش مناسب، وان كان بيضبط الاداء مع اللاعبين المحترفين ومع المواسم ايضا، دي حقيقة. ويجعل بلد زي مصر اللي كنا احنا بنأجس في اوقات تيجي البطوله وانت في نص السنه او في الجزء الثاني من الموسم كان بتعمل ربكه. اذا استمرت على هذا الحال اعتقد ان هي هتثبت نفسها من البطوله القادمه في الكاميرون، ربنا يعينهم بقى. عايز اقول لحضرتك كمان ان من ضمن الاضافات الفنيه 6 اتحادات افريقيه طلبت موظفيها وفنييها الذين خارج اطر الدعاوى الرسميه حتى ياتوا لتسجيل ما يحدث. في مؤتمر صحفي للمراسلين الاجانب طلبوا رسميا صحفي كاميرون كوت ديفوار تحديدا قبل ان يتبعهم زملائنا من الصحفيين العرب مسانده مصر من اللجنه المنظمه. لازم تبقوا موجودين مع الكاميرون ومع كوت ديفوار اللي هي البطوله 23. بعد ما رايناه الكلام ده كان امتى؟ بعد تاني ماتش في المجموعات. وبالتالي لا احنا عاملين حاجه كبيره قوي، حاجه لا بقول لحضرتك طبعا رسمي من الصحفيين بس كانهم بينقلوا يعني ما يسمى بتوكيل عن اتحادات بلدانهم يعني، او على الاقل دي تعد رغبات شعبيه كويسه طبعا يعني، ان البلدان دي عاوزه شبه اللي حصل في مصر التي يروا فيها انها الوطن الجامع للقارة الأفريقية. الناس كانوا سعداء قوي على فكرة بهذا الكم من التحضر، حتى إن ملت إلى شقيقك العربي لكنك لا تنسى ابن عمك من داخل القارة. صحيح كانت بتزعل أشقائنا شوية لكنه كان قمة التحضر. أنا حتى لما بقول جمال بالماضي يعني عايز أرد عليه، لماذا صفق نجوم الجزائر وحضرتك وجهازك لجمهور السنغال وفريق السنغال؟ لأنك تريد أن تكون متحضرا، لكن لما تحاسب المصريين أنهم بيقابلوا كل ضيوفهم بحفاوة إنما ميزوك لأن أنت الشقيق والآخر ابن العم، إنما ابن العم الرحبة والسعة، هو في بيت العم يا أخي أنت فين وإحنا فين؟ لا لا لا، لكن بص كل ده ما يأثرش. ليه؟ لأن الجزائر مش أفراد، الجزائر هي الوطن الجزائري، هي السعادة اللي شفناها من مين بقى؟ من الشعب بكل كاميرات العالم وهو يوجه الشكر. يكفي أن أشقائنا الجزائريين في فرنسا يخرجوا نقلا عن أهليهم أو أصحابهم أو أصدقائهم اللي في القاهرة علشان يقولوا شكرا مصر، علشان يبدأ يقول له يعني قالوا لك نورت مصر، يقول له آه يا عم ورحت بيت واحد اسمه الحاج كذا. لا الجاليه المصريه شجعت الجزائر مش عشان خاطر الافراد، انا بقول لحضرتك الجزائر دوله عربيه شقيقه عشان خاطر الوطن بالزبط. عشان خاطر في كده بقول لك عنوان اسمه مصر الجديده، يعني مصر العروبه، يعني مصر ايضا القاره الافريقيه، يعني مصر الشرق الاوسط. مش بالزبط. كلام كبير والله، الكبير في مساحه ما زي الامم الكبرى لازم يبقى كده، فلا بد ان ترعى الكل، وده العنوان بتاع مسافة السكة اللي كان الرئيس قد أعلنه طبعا، وده العنوان أيضا اللي خلى مصر هي رئيس الاتحاد الأفريقي في جولته الحالية،
ومن ثم المستوى الفني لا يزعجك كثيرا للبطولة ككل. دي حقيقة. شايف حضرتك يا عصام بقى تقارب المستويات بين المنتخبات المشاركة في البطولة، ده كان سبب في ظهور منتخبات زي مدغشقر وبنين؟ طبعا، وإن كانت مدغشقر دي برضو يعني ظهرت على استحياء من فترات، صحيح ما اكتزتش التصفيات للوصول، لكن بنين دي كان يعني في أوقات بيبان أن هذه مناجم، لكن مناجم مواهب يعني، لكن ينقصها من يلمع هذه المواهب، ينقصها بعض الإمكانيات. وأعتقد ده اللي بيخلينا لما بنقول للناس يعني أو نحاول نعلن لهم لما بنروح بلدان أقل إمكانيات من مصر، بنقول لهم أن الدول الأفريقية دي حقها تاخد البطولة، لأن البطولة بتضيف لهم خدمات لوجستية، بتضيف لهم محللين فنيين، بتلقي الضوء حتى على ما هو خارج كرة القدم. وبالتالي بقى فيه يعني بطولة أفريقية هي الأولى التي تجد فيها أكثر من جواد أسود يعني. كان زمان يعني نقعد ندور بعد كتلة مباريات كان نقول مين الحصان الأسود، لا المرة دي الجياد السوداء ما أكثرها. والحقيقة يعني أن هذه القارة هي منجم، وأن مصر لابد أن تصبح سنتر احتراف لهذه القارة البكر. وبالتالي أنا بقول لحضرتك أن دي استثمارات تحتاجها المحروسة العظيمة دي في شتى مناحي الحياة. دي حقيقة. بعد انتهاء البطولة شفنا 24 منتخب، هل كان من الأفضل أو شايف من الأفضل للبطولة دي أن يكون 24 منتخب ولا زي البطولة السابقة في 16 منتخب بس؟ لا خلاص، هي عدت فكرة ال 16 واتجهت نحو الاتساع، بس من ناحية الفنية أنهم أفضل؟ الأفضل 24 خلاص. أنت كده كده هتلعب، كده كده هتتوقف، كده كده لعبتك زي ما قلنا احنا عندنا يعني السنة الماضية بس ثلاثة أفارقة هم على قمة العالم يعني في الكرة الإنجليزية. وبالتالي عايز ايه تاني اجمل من كده؟ لما تتحدث عن هذا الاحتراف يبقى لازم تبقى قريب من النسخه. كاس العالم الان زادت عدد فرق، ومن ثم انت لازم عندك تجربه شبيهه. وده اللي قلته لحضرتك، هناك دول حتى بتحظى بما يسمى دول مانحه، تعطيها مستشفيات وطرق وكباري حتى خارج اطر الملاعب في المساعدات، ما يسمى بالمساعدات. وبالتالي 24 فريق مش كتير، لانه دي صناعه، والصناعه تحتاج لانتاج غزير. ليه؟ طالما هو مطلوب، واعتقد ان اللاعب الافريقي خلاص بقى مطلوب مطلوب يا ولدي يعني. لو سالنا حضرتك عن افضل مدير فني في البطوله تختار مين؟ افضل مدير فني في البطوله اعتقد انه هيكون إليو سيسي مع جمال بالماضي، لانهم قدموا زي ما قلت حضرتك ما يمكن أن يكون حقيقي على الأرض. اعترفوا بأن كرة القدم ما هياش فقط الرجل الذي يدير فريق، شفت كمان مع كلاهما فريق عمل واسع الحقيقة يعني الرجل السنغالي معاه 2 أجانب يعني من جنسيات أوروبية يعني، ده اعترافا منهم أنه استحق العمل ضمن فريقه يعني. تقريبا جهازه 12 فرد وجمال بالماضي 10 إن لم تخن الذاكرة يعني. وبالتالي هما الأفضل، مش عشان وصلوا النهائي وبس، لكن لأن قدموا بفريقهم ما هو يدل على حسن العمل. أفضل لاعب شفته في البطولة أصلا؟ أفضل لاعب شفته في البطولة هو في يعني أكتر من لاعب، لكن خليني أقول لك إن أنا يعني عجبني قوي البليلي يعني خارج أطر أن تعطي أفضل لاعب لنجم زائع الصيت عالميا وارد أنك تقول هذا أو ذاك، لكن البليلي لاعب مش محلي، لا لكن لاعب من داخل القارة، هو يمثل احترافنا احنا. ما أنت تدي أفضل لاعب لموسى صلاح لساندو ماني غيرهم من المحترفين الكبار حتى لو أدوا أداء جيد، طب إيه الجديد؟ لكن أنا بتحدث عن الاحتراف القاري أو وجهة نظر أنا طبعا أنه الاحتراف القاري ده أهم، هو ده رفع الحافز، هو ده زيادة المنتج، هو ده زيادة الصناعة. عايزين لنا كم كرتونة لعيبة كده عشان يبقى عندنا زي التانيين، ما احنا ازاي بنقول هنتقدم إن شاء الله وده هيحصل إن شاء الله. قبل ما نروح لوضعنا احنا ككرة مصرية، مين أفضل منتخب لفظ نظر؟ لازم احنا ككرة مصرية ده لازم مين افضل منتخب شفت حضرتك اصلا في البطوله من حيث النظام ولا الفنيات؟ ما هو اصلا انت هتلجأ للغه الارقام، هتلاقيهم هم الاربعه اللي راحوا
يعني المربع الذهبي يعني كذا كرة القدم، لأنه ما دون ذلك هو محض يعني تحليل إضافي يعني أو رصد لموقف ما أو رصد لفريق مثلا إنذاراته أقل أو كذا أو فاز باللعب النظيف يعني. لكن حتى الحاجات دي كلها بقت ممنهجة وبقى بيعطى عليها درجات ومن ثم جوائز. فالافضل هو الرباعي الذي وصل للمربع الذهبي يعني. مش حاجه اسمها حد خرج فتقول له معلش يا ابني كتر خيرك انت كنت الافضل، مفيش حاجه اسمها كده. هل كان في منتخب يستحق مثلا الصعود او التاهل للمربع الذهبي لكن الظروف ما خدمتوش؟ ما هو هي دي هتقول ايه، هتقول يعني من بين فرق كتيره بنين لكنه قليل الخبره، هتقول مدغشقر يعني مش هتروح لقوات عظمى يعني، لكن هتروح لمواليد الحداثه، مواليد انه عايز يدخل الصناعه دي. الموهبه هي موجوده بالفطره لكن عايز يدخل الصناعه دي، فانت من اول الثمانيه او دور الثمانيه تحديدا تبدا تقول يعني هلو هم دول اللي تتكلم عنهم النوم الافضل يعني. لانه من بعد المجموعات بيكون في الثلاثي اللي بيصعدوا افضل توالت او الرباعي اللي بيصعدوا افضل توالت، دول بيبانوا بقى او بيكشفوا فين في المباريات الاقصائيه. غالبا في دور ال16 حصل هذا الانكشاف، ومن ثم من اول دور الثمانيه تقول دول افضل ثمان منتخبات ثم افضل اربع منتخبات، مهما كان جنرال توفيق انصف حد منهم على الثاني يعني. دي حقيقه. نروح بقى لوضعنا الحالي هنا في الكره المصريه، يلا بينا. ازاي شايفه استاذ عصام؟ انا قلت لك الاصلاح ما اسهله بوضع ضوابط للاحتراف. مفيش احتراف اسمه اوبن بوفيه، مفيش واحد يشتغل شغلتين في اليوم من الاخر، مفيش واحد يدير منظومه محترفه وهو هاو، مفيش واحد يقول جاب احمد بمليون وجاب عصام باتنين جنيه ولا نجد انه لا ابو مليون ولا ابو اتنين جنيه قدامه حصل مبيعات، حصل سعر البث يرتفع، حصل اقبال على السوفينير من تيشيرت المج، كل الهدايا اللي هي دي اللي هي عصب الصناعه. ما لم يكن لدينا احتراف كامل اللي هو موجود بالفعل على الارض، لكن يقول لك بس لسه احنا انديتنا ما خدتش الرخص. ليه يا عم ما نروح مرور الكوره نجيب لهم رخص؟ مفيش مشكله يعني. طب احنا عايزين ايه يا استاذ عصام عشان نرجع من جديد؟ هو احنا ما ضعناش عشان نرجع من جديد. لدينا ما يجب اصلاحه. ان انت زي كده ما اتكلمنا عن التنظيم بالملاعب بالبنيه التحتيه بي بي بي، اتكلم كمان عن اللعبه. المسجلين في الكره المصريه لا يتعدوا ال 40% من المسجلين في المانيا، وانا يعني كتير بقولها واللي سامحني يعني يعني اهالينا المصريين بقول لك يعني يا دوب لو فوق ال 40% من المسجلين في المانيا في كره اليد، في كره اليد مش كره القدم. من يعني من الاشياء التي لا يمكن ان ترصدها في اي بلد في العالم انك تلاقي واحد مثلا معاه مش عارف اجازه بدون مرتب من شركه وبيشتغل مدرب او لاعب وطالب، حاجه غريبه جدا يعني. حتى الا بقى لو كان اونلاين طبعا، فالعلم يعني والبتنجان حاجه حلوه، انما في الاخر ما يبقاش انا بروح الجامعه او يقول لك واعتذر اللاعب فلان الفلاني عن الحضور اليوم لانه مش عارف مثلا رافق حد من اهله. يا اخي انت بتكسب، يبقى عندك سواق وعندك محامي وعندك طبيب خاص وعندك كل الوسائل. المدربين في العالم واللي عايز يرد علينا يتفضل، عشان لما كنا بنقول لهم كده يقول لك يا اخي هو في كده انت بتقول لنا الناس بتروح بيروح الصبح حضرتك. جوارديولا بيروح النادي الساعه 7 الصبح وبيشتغل لغايه نهايه الميعاد، وبالتالي عنده شيفت. اللاعب اما ان يفطر بالمعد الغذائي في بيته ثم يذهب الى النادي لانه مش هياكل حاجه غير المعد الغذائي مع المعد البدني يعملها، او بيروح يفطر ثم يقرا اي حاجه او يتفرج على، لانه ممكن واحد يسيب لك الحاجه. طب ايه رايك بقى ما بيقراش الجرايد؟ طب يا سيدي بيشوف التابلت بتاعه ماشي. المهم بيؤدي يومه كره قدم. المران على فترات ما بين واحد عنده 30 ضغط وواحد عنده 20 فاول من على الجنب وواحد عنده 30 هيدرز يعني. لانه في جهاز. لازم نبطل حكايه المدرب العام والمدرب والمدرب اكن كل واحد فيهم شغال عند التاني. حضرتك حددت لي نقطه نتحرك فيها نحو الطريق الصحيح. هو الطريق الصحيح يا استاذ احمد اننا نجيب ورقه من كل العالم ونشتغل عليها. محدش يفهم. خلاص دي الروشته بتاعتنا. ما هو في حل تاني حضرتك؟ هو يعني ليه نعمل مائده مستديره عشان اقول لك عايزين نجيب بقى مجموعه تدير الكره المصريه؟ يعني ايه برضه؟ يعني ايه برضه؟ عشان يعملوا ايه؟ او نجيب الكابتن احمد بدل الكابتن عصام، ده راجل كذا وماذا. لا طب وبعدين؟ الافضل ان انت تبني على اساس انت تريد نسخه دوليه،
عجبتنا ولا لا في الملاعب والاستقبال، عجبتنا ولا لا في 2600 صحفي واعلامي لم يلحظ احد منهم تعطله في مطار من المطارات، مع ان ده كان بيبقى وارد احيانا في ضغوط في مواسم مثلا. 12 فريق في غرب القاهره فقط، اذا اتكلمنا عن الجغرافيا في غرب القاهره فقط مش في كامل عموم العاصمه يعني. ومن ثم انت قادر اهو، طب ما تقدر بقى على بقيه السيستم بتجيب لنا ورقه زي دي اللي بيروح يسجل الكره الشاطئيه والكره كذا وماذا، واللي يجي منها تلاقيه جايب واسطه من هنا، اللي يقول لك اصل فلان ده جاب عربيه هديه. الكلام ده مش موجود في العالم بالمناسبه، وانا موجود والناس موجوده، فيا اما يسمعونا او يحاسبونا او يسالونا او يحققوا معانا او اي حاجه. هذا ما اعرفه، مش حاجه، الحاجات دي مش موجوده غير في البلاد اللي هي يعني مصر اعلى منها بكتير بكتير، يعني قول مدير دي كده لغايه ابو قير نفسها تخيل. وبالتالي انت تحتاج، مش هنقول بقى ثورة، انت تحتاج يدوب لان انت تعود للحق والاحتراف، فهما فضيلتان ينقصا الكرة المصرية. اكيد موضوع شهور مش عايز جدا اكتر من انك عاوز تطبق الصح. شهور قليلة جدا بتفصلنا عن منافسة على المناصب في اتحاد الكرة، شايف ايه الاهم السمات المفروض تتوافر في المرشحين على مقاعد مجلس ادارة اتحاد الكرة؟ ايه يعني ايه اهم السمات؟ يعني ايه مثلا ان هو اولا ازاي نختار؟ اولا ما انا بقول لحضرتك اهو، اولا لابد من وجود كلمه حق، لازم نحاول نرفع حكايه لعبة دي، نحاول، واعتقد ان في ناس وطنيين يستحقوا ان احنا نقول لهم زي ما الكوره يعني وصلت للمنحنى ده في الاداره يعني، رغم ان احنا عندنا مواهب وامكانيات الكل شاف. عليكم بقى انتوا عيدوا الصياغه. يا سيدي اهلا بيك يا كابتن احمد عبد الهادي، بس لو كان عندك دبلومه اداره يا اخي، ماجستير اداره يا اخي، برضه مش من الكيانات دي يقول لك تم بحمد الله شركه ولا مش عارف معهد ايه كده في جنوب اوروبا، في حاجات كده نصبايا يعني، فيقوم مدي لك دبلومه اداره خدتها في كام؟ في 8 ساعات. لا يا عم، انت هتسوق بينا بالرخصه زي دي هتخش بينا في الحيطه. اذا كان لاعبه وهو يعني معاه ماجستير اداره، دكتوراه في الاداره وفي الإدارة الرياضية حضرتك، أهلا بيه، يعني لازم يكون دارس وأكاديمي طبعا. الأندية بقى يعاد صياغتها، ثم الأهم وده اللي هنفضل وراء الدولة فيه، هناك من الأندية التي قدمت الكثير لمصر من حيث البنية التحتية والوجود والنجاح الإداري، لكنها بلا مستهلك. يعني إيه؟ يعني ما عندهاش جمهور. هذه الأندية يجب أن تكون في شراكه مع الانديه الشعبيه. انت ليه وانت نادي احمد عبد الهادي كمباني انت تلعب فريق اول؟ يا عم العب لغايه 11 سنه ومنشاتك تبقى نادي لكل البلد والمناطق اللي انت فيها، لكن روح حط كمباني عبد الهادي دي على الترسانه يا عم، والتاني على المنصوره يا عم، شركات عالميه منها شركه طيران عربيه محترمه ما عملتش نادي ليه؟ حطت شعارها بس على نادي، لانه هتبيع لمين التذكره؟ صح ولا انا غلطان؟ هتبيع لمين التذكره والمج؟ ما مش ممكن انت واربعه اصحابك ابو حميد، قولها لي بصراحه، هتشتروا تذاكر الناس دي حتى لو عندهم نجوم العالم؟ مش ممكن الا في اليوم اللي فيه النادي اللي انت بتحبه والاربعه اصحابك النادي اللي بيحبوه، او كل ماتش للاربعه لو بيشجعوا اربع فرق. فلنعود للكره للانديه الشعبيه، ده اللي موجود في انجلترا، عشان ما حدش يقول لك احنا بنتفلسف او بننظر. الانديه الشعبيه هي الانديه في كل العالم، حتى باللي بينزل ويطلع. هنرجع لنقطه برضه اللي الناس بتتكلم، ترجع ليوم المنصوره كان يوم استثمار. كان يوم وحش في الكوره، طنطا، المحله، واخد بالك، كل دي كانت المنيا، سوهاج، كل ليه؟ لانه من العار في كل العالم ان الأندية العاصمة الكبار أهلي وزمالك، خلينا نقولها بصراحة أهو، بيبقى من العار إن أهلي وزمالك إنجلترا، شوف بقى اسمهم إيه هناك، إنه لما يروحوا مانشستر فحد يشجع، إذا ما كانش مانشستر يعني هو نادي القمة، فحد يشجع ضدهم، يا واقعة تبقى أنت أكنك مش من مانشستر. هذا كان يحدث في مصر الهاوية، تخيل، مش المحترف. بتقول إيه بقى اللي بيقول استثماره؟ في ناس برضو وجهه النظر الثانيه تقول ان الرياضه صناعه واستثمار، ومن حق ان يكون أيوة في استثمار في كره القدم وانديه شركات. قول لي بقى، يا عم ماشي، ما تلعب دوري شركات في العالم، في دوريات شركات محترفه برضو،
لكن قول لي بقى حضرتك هنبيع لمين؟ هنبيع منتجنا لمين؟ ثم انا قلت لك ما تلعبش، انا قلت لك العب صح، اعمل الصح. حلو ده؟ اعمل الصح. حضرتك بكل منشآتك شراكة هتكسب اكتر على فكرة، ان انت شاطر في الادارة. بس روح، ما هو احنا الراجل الاماراتي المحترم لما اشترى عمل نادي ولا خد المانشستر سيتي؟ بالظبط، كلهم بقى الكلام ده دي حقيقة ببساطة اهو. عمل نادي ولا خد السيتي؟ خد السيتي طبعا. وقس على ذلك، هات كل المستثمرين الذين اراد اخرهم مصري استون فيلا، ولا انا غلطان؟ دي حقيقة. ما سماش بقى نادي باسمه واشترى احلى استاد في الدنيا، ما هو راجل بقى مع استثمارات بقى واخر حلاوه. لا، الكره في كل العالم صناعه شعبيه. طيب، يعني كان سؤالي برضو كان السمات اللي يجب توافرها في المرشحين لانتخابات اتحاد الكره. طب عايز اعرف بقى من حضرتك النصائح. الاداره اولا، ان يكون جهبذ اداره، وان يكون محترف يتقاضى اجر ما عدا البورد. ما عدا البورد، واللي يحصل على اتحاد الكره او الاتحاد يحصل في الانديه. يعني ما يكونش عمل تطوعي ياخد عليه ولا العمل التطوعي هو البورد فقط، لكن حتى البورد ده في الاتحادات الدوليه ليه مش بونص، انا اسف، مخصصات. يعني نتاج ان افكاره لما بيوديها رابطه الانديه بيديروا الدوري وبيوديها هنا، هو ليه مخصصات بقى، يسافر ويروح ويجي وحاجه كده، حتى لا يذهب نحو تذاكر ببلاش لعيلته. لا يا عم، هات عيلتك وسافر، روح احضر الماتش كمان في طياره في فندق، مخصصات اسمها اللي هو بيسموه بوكيت ماني، متعارف عليه. كويس، هات نفس النسخه دي من الاتحادات واعملها لينا. لكن في بقى ناس باجور، اللي انا وحضرتك والكرو اللي معانا خلف الكاميرات بنروح نقدم، عشان انا عاوز ابقى انا مدير المبيعات بتاع الدوري، والتاني عايز يبقى مدير مبيعات البث، والتالت عايز يبقى مدير مبيعات المج، اللي هي الحاجات بقى اللي يقول لك انا عايز 50,000 من على السيرة الذاتية. ليه؟ عشان هيكسبك 50,000 بالظبط. انما يعني ايه كله هوا وتيجي تكلمه يقول لك عيب يا جدع، عيب يا جدع. طب في الاول والاخر الانديه والجمعيه العموميه هي اللي تختار، ايه نصايحك ليها يا استاذ عصام؟ نصايحي ليها اول، بص، قبل ما تختار الانديه، الانديه نفسها يجب تصفيتها. بص، في انديه في مصر كتيره جدا في الجمعيه العموميه، حقها ان تكون اعضاء في الاتحاد، حقها هذه الممارسه، لكن مش حقها انها تصوت. حقها ان تكون سايلنت، يوم التصويت تبقى سايلنت، انما تاخد كل الدعم وكل الخدمه لغايه اما الاستثمار بقى اللي حضرتك سالتني يخش الحتت دي. ما اسهل ان تستثمر في اي قريه في مصر في نادي. ليه؟ عشان عنده جمهور. حبذا بقى لو جبت الافضل اداريا وتدريبيا وكذا، مش من بين دول واحد مش فاضي، واحد عنده يا اخي تفرغ، والله بتوصل كده يقول لك ده جايب تفرغ من شركه كذا وبيشتغل مدرب. ليه يا عم؟ ثم بالمناسبه، ان تتحدث عن وجوب ان يكون هناك لاعب من شمال افريقيا او من اي بلد يعامل معامله المحترف، ومدربين اجانب بيجوا، مدربنا اللي ما بيلاقوش غير التورته بتاع الدوري، ما سالوش نفسهم منذ اخر من سافر خارج هذا الوطن، محدش خرج تاني ليه؟ هو ما فيش كوره غير هنا؟ هو ما فيش فرص غير هنا؟ يا اخي، وده بقى اللي بيتكتب في السير الذاتيه لما تيجي تختار مدرب. ليه؟ هتلاقيه كان عليه طلب في السودان وغانا والجيزه وكوبري عبود والخليج وهنا وهنا، زي بالظبط ما انت يبقى عليك طلب، احنا لينا طلب عند اجانب وكذا. اللاعب اللي احنا بنجيبه ده لازم يبقى في فرص للاعب زيه بيروح. انت عارف لعيبتنا ما بتروحش ليه؟ هيلاقي الرقم ده فين ومن غير حساب، محدش يزعل مني من غير حساب. تمام، نخرج بقى من الكره المصريه ونروح بقى لاستعدادات النادي الاهلي لمباراه مهمه جدا ومصيريه امام المقاولون العرب، ممكن نتيجتها تحدد بنسبه كبيره من الفائز ببطوله الدوري. هناخد اخر استعدادات النادي الاهلي من خلال مراسلنا شريف شعبان المتواجد حاليا في النادي الاهلي بعد انتهاء التمرين مباشره. مساء الخير يا شريف. مساء الخير عليك زميلي احمد، حياتي ليك وتحياتي للاشرف ناقد راديو مصر طبعا استاذ اخو شبتوت. شكرا جدا، عفوا، ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. الله يكرمك شريف. اخر استعدادات النادي الاهلي النهارده ايه؟ النادي الاهلي النهارده كان في تمرين الساعه 9 مساء. خلينا اقول لك ان طبعا النهارده تمرين الساعه 9 مساء، الاحد والاثنين 6 مساء برضو، يوم الثلاثاء باذن الله هيكون تمرين صباحا، وبعد انتهاء التمرين هيكون مغادره لبرج العرب طبعا عشان لمباراه المقاولين العرب يوم الاربعاء، باذن الله يكون الفوز حبيب النادي الاهلي فيها. النهارده تمرين النادي الاهلي يمكن كان في الساعه 9 مساء، مستر لاسيرتي
اتبع مع اللاعبين حوالي 5 دقايق يتكلم عن مباراه البلاستيك بالامس اللي انتهت بفوز النادي الاهلي باربع اهداف مقابل لا شيء، يتكلم عن اداء بعض اللاعبين، يتكلم عن نصائح فنيه، يتكلم عن التركيز الكامل وطلب اللاعبين بالفوز على المقاولين العرب وحسم بطوله الدوري الممتاز. طبعا يمكن اغلب اللاعبين اللي شاركوا في مباراه بلاستيك بالامس النهارده بيعملوا تمرين خفيف في الشفاء الاول جيم وبعد كده تمرين ثلج علشان خاطر ما بقاش عليهم احمال. باقي اللاعبين كان تمرينات اطالات في الملعب ثم فقرات تخصص على الجول بمختلف الانواع ثم تقسيمه اختتمها يمكن مستر لاسارد يمكن كان حريص في هذه التقسيمه ان يوقف التقسيمه اكثر من مره علشان خاطر يصلح الاخطاء. على الجانب الاخر كابتن طارق سليمان يمكن انفرد بالحراس الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شكبير واحمد طارق يمكن عملوا تمرين قويه جدا تعلق فيها ولفت فيها النظر طبعا وابدى استعداده وقوته للمباراتين المقبلتين طبعا محمد الشناوي. يمكن مثلا ترتي في اثناء التمرينات اجتمع او انفرد بالكابتن محمد يوسف والكابتن سامي قمصان لمده حوالي 3 ساعة في ارض الملعب. الاجتماعات مستمر يمكن مستر لاشارتي بيمتاز فيها هو وباقي جهازه. يمكن مستر لاشارتي النهارده اجتمع مع السلية يمكن عمل اجتماع معاه طويل. يمكن على الجانب الاخر برضو اجتمع مع احمد الشيخ برضو بعد نهايه التمرين برضو لفتره طويله. كابتن شرف حفيظ اجتمع بعد نهايه التمرين مع اللاعب احمد علاء يمكن برضو لفتره طويله. يمكن في اثناء التمرين كان في اصابه لمحمد شريف والاحمد الشيخ ونزل لهم دكتور لكن الحمد لله كانت الاصابات كلها خفيفه وقدروا يكملوا التمرين. على الجانب الاخر جلسات التاهيل مستمره لمحمود وحيد وطبعا نجم النادي الاهلي محمد محمود اللي بنتمنى له كل الشفاء خلاص من كاريته في الملعب من لمسته في الكوره يعني نمسك الخشب ما شاء الله بدا يرجع بدا يعود يتكلم في شهر شهر ونص باذن الله بيكون جاهز مع لاعبي النادي الاهلي. يمكن دي كانت ابرز ما كان في تمرين النهارده. بطمنك وبطمن كل مشاهديك وكل جماهير النادي الاهلي في جديه في تركيز في استعداد قوي لمباراه المقاولين العرب باذن الله يكون الفوز حالفنا يوم الاربعاء باذن الله. هل تم تحديد موقف محمود وحيد من المشاركه في مباراه المقاولين العرب؟ محمود وحيد بكره لسه هيتعمل له تيست. النهارده عمل تمرين تاهيلي بكره هيتعمل له تيست التمرين. بكره باذن الله لو اجتاز هذا التيست هيكون ليه دور لو احتاجه فنيا مستر لاسات. لو ما بكره ما اجتازش التيست لا هيكمل لسه بقى طبعا تدريبات النادي الاهلي الفتره الاخيره ما بيستعجلش على لاعبيه. يحاول اللعيب يخف خالص ويعمل فتره الاستشفاء او فتره التاهيل كويسه جدا عشان يقدر يعود مره اخرى بقوه ويخش مع لعيب النادي الاهلي. ابي اقول لك كمان اللاعب الافريقي الجديد إديان يمكن الراجل النهارده معمول له برنامج تاهيلي. الراجل النهارده شارك في تمرين صباحا ومساء تمرين في الجيم. يمكن بعد 4-5 ايام يبدا يشوف قياساته ويشوف الحمل بتاعه ومدى حمل بتاعه ومدى قياساته عشان يقدر يخش مع التمارين الجماعيه ولا لا. بس برضه مش هيتسرعوا عليه برضه بعد اجتيازه طبعا بالكشف بالنجاح. تمام اشكرك شكرا جزيلا زميلي شريف شعبان كنت معانا من النادي الاهلي وتابع معانا اخر ساعات النادي الاهلي قبل المباراه المهمه امام المقاولين العرب. نرجع تاني لحضرتك يا استاذ عصام وناخد بقى ملف الدوري يعني ننتقل لملف الدوري. السؤال طبعا اللي بيفرض نفسه دلوقتي حاليا ان كل الدوريات في العالم انتهت الا الدوري المصري لسه بعد طبعا فتره توقف كبيره بيتم استئناف الدوري. شايف ازاي الموضوع ده؟ هو نفس المشهد اللي انهينا بيه فترة ما قبل بدء البطولة انه ما كان يجب واعتقد ان الكل شاف انه فعلا ما كان يجب. يكفي ان هناك لاعبين مثل نيانج اللي جه النادي الاهلي ده الراجل هيتدرب يعني من غير ما يبقى موجود لغاية انتهاء ما تبقى من الدوري وهكذا بقى. انت لا تستطيع الا ان تقول او تطلب او تتمنى لكن الاكثر بجدية ان مش احنا لا نتمنى ولا بتاعها نطلب ان دي تكون الاخيرة. وبالتالي اهو ده ضمن الاستثمار استاذ الذي لا يستطيع ان يذهب الى بطوله قاريه وعنده من الملاءه الماليه لانه بيكسب. ما هو انت رحت قاري يعني بطل بطل يعني بتسوق نفسك وبالتالي بتكسب من البطوله اللي بقى كل دور فيها بفلوس. ما تقدرش ترجع بعد 3 ايام بلاش حكايه انا ابن مصر دي انا ضد الكسر الكلام ده يسري على المنتخبات وفقط. انما طبعا يشرف مصر انه نادي منها بيفرح جزء بلونه من الشوارع المصريه. لكن احنا مش غير العالم عايزين نبقى نسخه عالميه. بس المشكله الحقيقه ازاي هتستعد لموسم جديد ولسه الموسم الحالي لم ينتهي. ما انا جاي لحضرتك وده بقى ضمنه ان انت في اللي جاي اصل احنا ازاي نستعد. بص ما ليس بالامكان مش افضل ولا ابرع لا الا اللي احنا ها كان
يعني لازم هتستعد في آخر أيام وليالي. دي برضو هتبقى عظمة الأندية اللي عندها أجهزة وعندها حلول هتتعافى مش من أول مرة، لكن هتقدر تخرج من الالتباس ده بشرط أن يكون الأخير. وبالتالي أنت لازم بقى زي ما قلنا أن أنت اللي ما يقدرش يروح ويجي ما يروحش خلاص، لأنه دي حاجة هو بيتقاضى عليها ربحية. إذا ما كانش يقدر يوفر رحلات ويرجع، لأن المسابقة الأساسية فين؟ كل أرباحك كصناعة، صناعة البهجة المنتخبات وهي الأهم، أن يكون لديك دوري بنسخة كبيرة يجذب كل النجوم والمستثمرين. وبالتالي كان ما كان، لكن علينا أن احنا عارف اللي هو إيه، نضع أيدينا معا كده ونقول لن تتكرر مرة أخرى. ومن ثم عشان كده دايما هتلاقي لما القرار بيبقى في النادي الأهلي في مراجعة كثيرة، ده واحد إن لم يكن هو السبب الأهم، مش واحد من أهم الأسباب، اللي هي فكرة أولا تعطي العيش لخبازه أولا، ثانيا وده الأهم إنك بتحاول إن أنت أكنك ماشي في وسط زجزاج تخرج بأفضل الحلول، إنما ده ما يعيشكش كثيرا. وبالتالي هذه المواسم الملتبسة آن الأوان أن تغادرنا إلى الأبد. الأهلي كان أكثر حرصا على انتهاء بطولة الدوري قبل أمم أفريقيا، وكان بيتكلم للصالح العام وصالح كل الأندية المصرية، ولكن زي ما حضرتك طبعا شفت طبعا اللي بقوله حضرتك، لكن أنت الكلام اتاخد من منظور فردي. الآن كل من تحدث عن الموضوع بصيغة فردية هيعاني نفس المعاناة، وده اللي هيخلي محدش يقدر على تكرارها، فقد فقد يعني الكل الكثير من فرص عظيمة ودفع المنتخب ثمنا لها. بالمناسبة يعني سيبك بقى من حالة اللامبالاة لهؤلاء النجوم، وانا مش عايز افتكرها لانها نزعل منهم قوي، رغم ان اولاد مصر دايما الحقيقة عمرهم ما يكون عندهم شيء يعني تتأسف عليه او شيء اخلاقي للامانة، لكن ايه حالة اللامبالاة دي اللي صابته جنب حالة تكثير من المواسم، من تكثيف اللعب بمواسم وراء بعضها. وبالتالي اعتقد ان دي باذن الله هي المره الاخيره باذن الله. تقييمك لمعسكر النادي الاهلي في اسبانيا ايه؟ وشايف ان هو كان ليه دور في تجهيز اللاعبين للمباريات المتوقعه من الدوري؟ بحسب ما يصلنا، عشان برضو دي من الصيغ اللي لازم نعدلها، ما بقاش انا لا رحت ولا تابعت ورافض اللي بينقل ليا عبر جهه الاختصاص اللي هو ايه، اداره اعلام نادي او منتخب. لو انت رحت ونطيت من على السور واتفرجت ولديك ملاحظات اهلا وسهلا، لكن بحسب ما ترافض انه المعسكر حظى برضا كامل للاداره الاهلاويه حين سالت، والان كمان هناك لجنه بالاضافه لتفويض الكابتن محمود الخطيب، وبالتالي ايضا حين اعلن ان مستر رسارتي لم يلعب في مباراه اخيره الا شوط واحد، حتى ده لم يحظر نشره باعتبار ان هو حب يعمل حمل اضافي فاجل ده لمباراه قادمه. ما علمناه موثق انه قرابه النجاح يعني 99% زي ما بيقول، بس 99% حقيقيه يعني. هيبان بقى ان شاء الله مع المباريات الرسميه. النادي الاهلي على ذكر بقى المباريات الرسميه، راجع على مباراه قويه جدا زي المقاولون العرب ونادي الزمالك، ازاي مستر لسارتي وجهازه الفني يقدروا يتعاملوا مع هذه المباريات؟ شوف يعني الموضوع لا يحتاج، عندما تكلم عن الكبار لا يحتاج ان انت تلقي بنصائح، لكن عليك انك تؤكد انه ما تنتظره من الكبير الاهلاوي الكبير الزملكاوي الكبير الاسماعيلاوي وقس على ذلك، يعني ان تنتظر منه ما هو مساحه طبيعية. أكيد هيبقى أفضل تشكيل، أكيد هيبقى لاعبتك ولاعيبة المنافسين خاصة في اللعب على البطولة بين الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي، هيبقى واضح جدا أن أنت عندك خارطة طريق، إما أن تفوز أو لا تفوز، مفيش حلول وسط. أعتقد أنه مثل لسارتي والذين معه هيشتغلوا بأقصى ما يمكن أن يكون ضبط للتشكيل وضبط لي فكرة المتواجدين ضمن التشكيل من مجموعة تكمل بعضها البعض في الجزء الهجومي تحديدا، لأنه هو بيقول أنا عايز ألعب على ما تبقى لي وهم 6 نقاط. شايف إزاي مباراة النادي الأهلي مع العرب؟ لا مباراة طبعا قوية، مباراة ما هياش أبدا سهلة لا دلوقتي ولا قبل كده، في كل العصور كانت دائما مباراة قوية، لكن حين تحدث أن المقاولون العرب يمتلك رغبة ويمتلك مدير
فني واحد من ابناء الكره المصريه والنادي الاهلي عماد نحاس، لازم تقول له ان انت في الطريق انك تبقى حاجه كبيره قوي. انت حاجه كبيره بس هتبقى حاجه كبيره قوي، انما ايضا هذا هو النادي الاهلي. اذا كان هناك ما تخشى على النادي الاهلي يبقى الكلام كده صعب. ايا ما يكون لا يمكن المساواه بين الاهلي والمقاولون، يبقى فرص النادي الاهلي يعني بعيدا عن اي عواطف او اي انحياز على الاقل، على الاقل يعني 60 40 و65 35 كمان ما لم يكون للاعبين بقى راي اخر. واعتقد النادي الاهلي ما ينفعش تتكلم عنه بالصيغه الاخرى دي، ان اللعيبه تبقى مش مقدره المسؤوليه، ان الجهاز الفني يبقى واقع منه حاجه، لان كل العمل ممنهج يعني بدءا من مجلس الاداره مرورا بفكره اللجنه والكابتن محمود الخطيب كمفوض ثم الجهاز الفني وكذا. اعتقد ان اكتمال العقد ده هو اللي بيخلي الاهلي دائما في سكه مختلفه. شايف ان ممكن مباراه الاهلي والمقاولين تحسم الفائز باللقب، ولا هننتظر لمباراه القمه بين الاهلي والزمالك؟ شوف في كل الاحوال القمه لا يمكن حد يقدر يقول النتيجه ايه مبكرا مهما حتى رصدنا على الورق. اهي دي بقى اللي بتفضل 50 50 لغايه ما الراجل يصفر. قالها كل النجوم الكبار لاعبين ومدربين. لكن طبعا ان يفوز الاهلي على المقاولون اولا بتقرب بينه على المستوى النفسي وبين الدرع والاحتفاظ بها يعني مشاوير او اختصار لمشاوير، ثم ايضا الزمالك سيلعب مع الجونه وهو لقاء ايضا مهم للزمالك، وان كان ما هواش بالمباراه الشبح يعني. ومن ثم هتبقى القمه هي نهايه طبيعيه للموسم الغريب اللي انت زي ما قلت طبعا موافقك اللي ما احناش عارفين له راس من قدمين. يعني شايف ان مباراه الزمالك والجونه مباراه في المتناول للزمالك؟ يعني ايه في المتناول للزمالك؟ حضرتك قلت ايه مش شبح يعني مش مباراه تكون مش صعبه. مفيش بص حتى بطوله امم افريقيا عبر الكل عن انفسهم. انا بكلمك الاول على ما هو نظري يعني عشان برضو يعني ايه ما نبقاش بنتكلم كلام ونهول من الامر. هذا لا يعني ان الجونه بلا طموح، بل على العكس هي عنده تجربه احترافيه لائقه جدا بما نتحدث عنه عن احترافيه في القادم يعني. لكن ايا ما تكون وانت تتحدث عن التحليل بتبدا بما هو نظري، الجزء النظري اكيد لصالح الزمالك يعني. طبعا ما ينفعش ولا عاداتنا ولا تقاليدنا، لكن حتى فكره الرهان مين يعني يعزمك على حاجه ساعه، المراهنات في مباراه كهذه تكون دائما لصالح الاكثر تاريخا وتدرجا وكذا، ده اللي انا بقوله يعني، لانه هناك نغمه انا بقول انها قد تكون يعني مضره لفريق يحاول ان يجد لنفسه مكانه. والجونه الناس بتتحدث ان الجونه كامل الاوصاف يعني اذا كان الاهلي والزمالك والكبار عندهم معاناه من موسم ملتبس زي ما حضرتك قلت واكدناها بما لدينا من معلومات، فما بالك بفرق بتلتمس طريقها وقدمت نفسها بشكل جيد يعني. ايه المطلوب من اللاعبين والجهاز الفني قبل مواجهه المول العرب؟ المطلوب منهم ان يتذكروا جيدا ان هذا هو الحصاد اللي قلناه على مباراه نهائي افريقيا، ان تتذكر جيدا ان هذا هو الحصاد، الجديه اولا، الجديه اولا، ثم المباريات او الاستمتاع او الكره الحلوه او كل الكلام ده ياتي درجه ثانيه. هذا لا يعني غيابه، لكن اقصد الجديه ثم الجديه. طيب شايف ان هل التفكير في مباراه القمه ممكن ياثر على تركيز لاعبي النادي الاهلي، وازاي الجهاز الفني يقدر يتعامل مع هذا الموقف؟ مش النادي الاهلي لا لعيبته ولا اجهزته تعاقبا يعني، مش بس الجيل ده اللي ممكن يقع فريسه للتفكير خارج الاسبوع. لا مفيش بعد بكره لسه، وبالتالي لا ما اعتقدش يعني. انت عندك يعني السلسله الاداريه زي ما قلت لك اداريا وفنيا منضبطه جدا. اللعيبه يعني الاهلي ما عندوش فريق التلامذه زي زمان، وان كان التلامذه دول ما خدوش غير موسم واحد وهم الان يعني اصحاب التاريخ الطويل ومنهم كابتن محمود الخطيب يعني ما شاء الله. لكن في كل الاحوال انت بتتحدث عن نادي او انديه كبرى، ما ينفعش تفكر بالطريقه دي لا نجومها ولا فنييها ولا القائمين عليها اللي هو يفكر في بعد بكره. لكن ممكن يبقى حاجه تانية، قد يكون الدافع الاساسي في مباراه المقاولون هو مباراه القمه.
يمكن احنا تابعنا معسكر النادي الاهلي في اسبانيا وشفنا مدى جاهزيه كل اللاعبين، وكل اللاعبين يعتبروا تالقوا خلال هذا المعسكر. هل ده ممكن يكون مثلا ياثر على تفكير الجهاز الفني قبل مباراه المقاولون او الزمالك؟ لا، هو ده بقى يبقى رد على حين كان يعاني لاسارتي وقبله عيني سابقي من قله يعني اللاعبين بسبب الاصابات والغيابات، يعني يبقى قدامه نجوم بس مصابين. المره دي هيعاني التخمه بالزبط. يعني مره تبقى ايه بس حتى ايه، واحنا بنقول مرة تبقى زعلان انك ميت من الجوع ولو ان الاكل قدامك بس مثلا متجمد مش قادر، هيبقى مهمته صعبة ان هو بقى يختار من العناصر دي كلها، عندك تخمة فانت مش عارف تعمل ايه. لكنه سيبدأ وينتهي باللعيبة اللي هضمة طريقة بعضها وهضمة طريقته في البداية، يعني مش هيظهر وجوه جديدة بسرعة خاصة في المباراتين الموجودين، مش وجوه جديدة من الذين يعني لسه موقعين، ده دول لسه بره أصلا القيد، لكن أقصد مش هيعمل فريق فيه 4-5 لعيبة جدد على التركيبة. طب إزاي هيختار التشكيل الأساسي يا أستاذ؟ ما أنا قلت لحضرتك هيرجع للثوابت، يعني جون هتلاقيه الشناوي، محمد هاني، أيمن أشرف، مين قلنا السيرجيوك؟ ياسر إبراهيم. اللي هما اخر الناس لعبوا ياسر صح كده، الظهير الايسر علي معلول، وقد عاد ما شاء الله علي معلول، يعني من الناس اللي مش هحتاج تتكلم عنه كتير. نص الملعب غالبا هو نفس نص الملعب اللي لعب بيه، هتلاقي بس ممكن مروان، عمرو السوليه، حسام عاشور، حمدي فتحي، طبعا هتلاقي عمرو السوليه وحمدي فتحي، اعتقد دول هيلتحف بيهم يعني مبدئيا. عاشور هو القائد، عاشور هو كابتن التيم، لكن اعتقد انه الاول لما تسمي يسمي السوليه بحسب ما يقدمه لاسارتي مع نهايه الدوري، هو عاوز باور اكتر، واخد بال حضرتك؟ وبالتالي حمدي فتحي وحسام عاشور ومعاهم السوليه، لكن الاول تقول السوليه، حمدي فتحي، حسام عاشور، وبالتالي هيجود بقى هو في الخط الامامي او في الثلاثه اللي هيهاجم بيهم. عنده بقى يعني لعيبه، عايزين نرجع للزملاء عشان يقولوا لنا الاسماء ونقعد انا وانت ندور هياخد مين فيهم يعني، لكن لو الحاوي جاهز اكيد له مكان، صالح جمعه اعتقد له مكان، ومن ثم هيشوف قصة رأس الحرب، هل هيبقى القادمين والخلف ولا هيحط مروان. تمام، هنرجع تاني نكمل كلامنا عن مواجهة النادي الأهلي أمام نهول العرب والزمالك، ولكن نطلع فاصل سريع جدا ونرجع نكمل لقائنا الممتع مع نقيدنا الرياضي الكبير الأستاذ عصام شلتوت. اهلا بكم من جديد، طبعا بجدد ترحاب الاستاذ عصام شلتوت. اهلا بيك وكل المشاهدين. طبعا عايز اروح لملف مهم جدا، هو ملف عوده الجماهير، ازاي نحافظ على مكتسبات بطوله كاس الامم الافريقيه عشان خاطر الجماهير بقى تبدا تحضر الماتشات بنفس الزخم وبنفس الاراده بنفس الطريقه، يعني بنفس الاراده وبنفس الطريقه، الا وهي الحجز اونلاين زي كل العالم، فان اي دي أو بيانات المشجع، حتى الأطفال ومن هم دون سن رقم القومي بمعرفة ولي الأمر زي كل العالم المتحضر، ومن ثم لدينا مكتسبات مهمة في الكأس التي رفعناها جميعا وهي كأس التنظيم، فزنا فيه بحاجات كتيرة جدا منها عودة الجماهير مع بداية الموسم القادم في ملاعب بقت نسخة عالمية حقيقية. يمكن الناس كانت منتظرة ان الجماهير تعود مرة اخرى للمدرجات في خلال المباراة المتبقية في بطولة الدوري الحالي. بس هنا في نقطة مهمة الحقيقة، هي فكرة اعادة الصياغة من ناحية، من ناحية تانية فكرة المحافظة على نفس الاداء وفكرة تكافؤ الفرص، ومن ناحية تالتة وهي الاهم، الملاعب بقى المرة دي قلنا نسخة دولية، يعني ايه؟ يعني تصيين بقى، لانه تلعب عليها البطولة كاملة. نفس الملاعب بما فيها استاد القاهرة بالزبط. اللي كان يجب أن تكون صيانته طبقا لمنظومته الدولية قبل المباراة النهائية، لكن عشان عرض الختام لم يغلق في وجه اللي هي ما تسمى بالبروفات يعني. وبالتالي أدي عندك ثلاث حاجات لازم تستكملها، تكافؤ الفرص، فكرة الإعداد للموسم
من حيث الحجز المبكر وكذا. ثالثا وهو الاهم تكافؤ الفرص. خلينا نتكلم النهارده ان مصر بقت تمتلك بنيه تحتيه مميزه جدا استعدادات على اعلى مستوى. متوقع الاستعدادات دي ممكن تدخل او يعني نستغلها في الموسم اللي جاي ولا نستغلها امتى بالظبط؟ هي مع بدء كل المسابقات بدءا من كاس مصر كمان. قد يكون يعني الفارق انه الكاس قد تلعب في شهر سبتمبر اذا قدر لها ان تلعب يعني او تستكمل. اعتقد من كاس مصر يجب ان تدخل استعداداتنا العظيمه الخدمه ان شاء الله. ده طبيعي جدا. البعض كان بيطالب برضه ان مباراه القمه تلعب على استاد القاره الدولي. خلينا نقول انه بدل برج العرب يعني. لم يعد مهما الان، لكنه قد يكون طموحنا الكل ان نراها في استاد القاهره. ليه؟ لاضافه يعني بدل امتياز يبقى امتياز جدا جدا بعد التنظيم ده. لكن اذا كان الملعب يحتاج للصيانه فالصيانه أجدى، ويبقى المشوار الأخير لفكرة أن جمهور الأهلي والزمالك يعني يواصل الانطلاق خلف الفريق، خاصة أن ملاعب العالم كلها على فكرة، فكرة المية كيلو دي مش فكرة يعني غريبة يعني. ما فيش برضو استادات في وسط الكتل السكنية يعني. وبالتالي يعني في استاد وحيد في منطقة تشبه مية عقبة والبومبونيرا مثلا في بيونس آيرس في الأرجنتين، لكن بيبقى يوم غير عادي لما بتتلعب فيه ماتشات. وسقني الحظ لمشاهدة مباراة بوكا جونيورز والفيز هناك واحنا في 2001 كأس العالم اللي خدنا فيها البرونز مع شاو غريب. وبالتالي بيبقى يعني يوم اكنهم بيهجروا اهل المنطقة دي علشان الملعب تاريخي لكنه في منطقة او كتلة سكنية يشبه ملعب الترسانة والزمالك كده. وبالتالي طبعا ده كلام مهم، وان كان برج العرب استاد الحقيقة مشرف جدا، لكن خلينا نقول انه هيبقى ضمن المنظومة الدولية قد تحتاجه المنتخبات بصورة اكبر من الاندية ان شاء الله في المواسم بقى اللائقة من هنا ورايح بالكرة المصرية. قبل انتهاء فقرتنا عايز نحرك بقى كلمة اخيرة النهاردة. لا مفيش كلمة اخيرة ولا حاجة غير فعلا انه التنظيم العظيم ده يجب ان نشكر عليه الدولة المصرية. ويعني اذا كان يجب علينا ان نتقدم لمصر جمعاء فوكيلا عن كل الملاك هو الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقه اللي قال جمله ستبقى تاريخيه، ان مصر حين تنظم طلب من الحكومه المصريه ان يكون تنظيم عالمي ونقطتين كده يليق بمصر. اذن هو يرى ان شعبه هو شعب يستحق ان يكون بين دول العالم الكبار. وما رأيناه هو أن عملت كل الجماهير VIP، ودي الحالة اللي هتستمر في المحروسة العظيمة دي. أستاذ عصام بشلتوت رئيس تحرير التنفيذي بجريدة اليوم السابع والناقد الرياضي الكبير، شرفتنا ونورتنا النهارده. شكرا أستاذ أحمد، ويا رب نكون يعني ضيف خفيف على جمهور قناة النادي الأهلي. أكيد ربنا يبارك حضرتك، شكرا. بعد الفاصل إن شاء الله هتكون موعدنا مع الفقرة الثانية من الأهلي الليلة اللي هيقدمها الزميل الكابتن خالد العوضي، وهيستضيف أبطال النادي الأهلي في ألعاب القوى واللي يتوجوا بميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في البطولة العربية. انتظرونا بعد الفاصل.